سايمون. سايمون هذا افكاره اثرت علينا كثير. ايش يقول؟ يقول اهم شيء في المنظمه، اهم شيء في المنظمه، اهم شيء في علم الاداره هو كذا. يرى ان اهم شيء في المنظمه، اهم شيء في علم الاداره هو قضيه اتخاذ القرار. اذا اتخذ القرار بشكل صحيح فالقرار سيكون ناجح. اذا كان القرار خاطئ فاصلا النتيجه ستكون مالها خاطئه. يقول انت المشكله عندنا ان ننتظر حتى تحصل النتيجه ونقيم ونكتشف الموظف اخطا في العمل وننسى انه اصلا في البدايه كان القرار كان ماله خاطئ. لكن لو جينا من البدايه وشفنا القرار كيف كان القرار صحيح ام خطا، لو عرفنا النتائج ماذا سيحصل. وجاء قال سندرس القرارات من خلال شيئين. اي قرار سيتخذ هذا القرار له بعدين ايها الاحبه. اي قرار، ولا اذكر بالقرار من قرار صغير الى قرار كبير. اليوم مثلا في المركز اللي احنا فيه قرار فتح المركز، انه يفتح مركز لواحد باع مفتاح وجاي يفتح من باب المركز، هذا قرار ولا مش قرار؟ ومين اللي اعطى الصلاحيه اللي عنده بيفتح يفتح؟ اذا هو اعطى قرار خلاص. ومين اللي اعطى الصلاحيه اللي يفتح في هذا التوقيت؟ هذا قرار. اذا لاحظ معي من اشياء صغيره لاشياء مالها كبيره. قرار فتح التكييف، من يفتح التكييف في القاعه، مين اللي اعطى القرار انه يفتح التكييف او ما يفتحش التكييف؟ قرار. عملنا الاداري كله عباره عن قرارات. قال لك اي قرار سنتخذه هذا القرار سيشمل بعدين. البعد الاول بعد تكلفه القرار، تكلفه القرار. والبعد الثاني نتائج القرار. ارجو ان تنتبه للنقطه الثانيه. اول بعد عندنا بعد من؟ تكلفه القرار. هذا القرار عنده تكلفتين. تكلفه ماذا لو اتخذ القرار؟ هذا تكلفه. وماذا لو لم يتخذ القرار؟ هذا تكلفه. صح؟ يعني الشخص اللي عنده مفتاح المركز اللي المفروض يفتح باب المركز، هذا ماذا لو انه جاء اصلا وما فتحش المركز؟ ايش بيحصل اليوم؟ ما راح يدخل على المركز، صح؟ لان هو لم يمارس القرار. هذه تكلفه، صار منه نوع من الازمه، المكيف هذا ما اشتغل، هذه مالها مشكله. اذا القرار دائما له بعدين في التكلفه، انه ماذا لو اتخذ وماذا لو ماذا؟ ما اتخذش. وبالتالي هنا عندنا في تكلفة القرار عندنا سيطلع معنا أربعة أبعاد في القرار. في التكلفة عندي هنا اتخذ هنا القرار، القرار مخطط له، مخطط له، والقرار نفذ ولا لم ينفذ. فعندنا في أربع أنواع في تكلفة القرار. في قرار لا مخطط ولا منفذ. إيش رأيك هذا؟ التكلفة حقه إيش بتكون؟ مش صفر. تكلفة عالية لأن في مهمة ما حكمها أصلا. في مهمة ما خطط لها ولا حد نفذها. أنت تدخل عندهم، تجي عندهم مثلا في المركز، خلينا نبعد عن المركز عشان ما نروح أساسية. نروح نقول مدرسة، مدرسة. جينا دخلنا في مدرسة أو مدارس، في قرار ما خططوا له وأصلا ما لهم ما نفذوه. هم لا خططوا القرار ده ولا نفذوه. جينا مثلا الصباح بدري عندهم، جينا يا جماعه بالنسبه للاذاعه ليش ما طلعتوا الطالب؟ ليش؟ قالوا والله احنا اصلا مش حاطين بالهم. ولانه مش حاطين بالهم هم اصلا مالهم؟ ما نفذوا. طيب والاذاعه ما اشتغلتش. سيدي انا جيت انا عمال عاد والله يا اخي بعد والله الصلاه. طب جبت المويه؟ قالوا والله احنا اصلا يا جماعه المويه بينقطع. ولذلك هم اصلا ما نفذوش، ما جابوش مويه. إذا تذكر أن أول خطأ عندنا أنه قرار لم يخطط وقرار ماله؟ لم ينفذ. هل له تكلفة؟ نعم له تكلفة. التكلفة قد تكون أحيانا إيجابية وقد تكون تكلفة ماله؟ سلبية. في قرار خطط له، خطط له ولكنه لم ينفذ. هذه مشكلة. أنا أعطيت تعليما للموظف عندي قلت له يا أخي نفذ هذا القرار بس هو نفذه. أو أنه قد يحصل معنا الشيء التالي، يا جماعة احنا نسوي أدلة ونسوي خطط مرة حلوة بس الموضوع حقنا ماله؟ يتعامل معها انها مجرد تقارير. تدخل عندي موضوع يا اخي فين اقدر اجرى؟ والله حتى اقدر اجرى. ايش سويت كذا؟ يا ها والله نسيت. زين؟ هل تكلفه ولا مش تكلفه؟ تكلفه اللي سوينا خطه، سوينا برامج، سوينا دليل، سوينا ذا كله ما نفذ. اذا عندنا مشكله انه في عندي قرار خطط له لكنه لم ينفذ. المصيبه عندي انه في عندي قرار لم يخطط له ولكنه ماذا؟ نفذ. هذه احنا كذا نسميها ايش؟ بعنا اجتهادات. فلان اجتهد بيض الله وجهه. بس الاجتهاد هذا مش موجود في الخطه اصلا. يعني اصلا ما حد خطط له، هذا الاجتهاد قد يكون صائب، قد يكون ماله خاطئ. هذا القرار نفذ ولكنه غير مخطط له. زين؟ في عندي قرار مخطط ومنفذ. اكيد بلا شك ان هذا القرار ماذا سيعتبر؟ هو الافضل. عشان كذا تعرف كلمه انت قلت كلمه صائب. انا ما اقدر اقول صائب.
انا ما اقدر اقول صائب ولا سيمون يقدر يقول صائب، لانه ممكن يكون مش هو نف خطط له ونفه، بس يمكن بيكش خطط له بافضل تخطيط صح؟ ممكن بيكش بافضل درجه. لذلك سيمون راح استخدم كلمه غريبه، ايش استخدم؟ قال لك هذا القرار يسمى القرار، ذكروا القرار الرشيد. ايش يعني القرار الرشيد؟ يعني نضجنا يعني فكرنا الاداري وصلنا نقول ان هذا القرار هو افضل قرار. خلاص؟ رشيد بالنسبه لنا الان. لكن ممكن يجي مدير ثاني يقول هذا مش رشيد، العلم تطور، تعال ماذا نفعل؟ نغير. احنا احيانا نصنع قرار ونحطه في الدليل الاجرائي حقنا فيتحول شيء اسمه روتين. ايش هي الروتين؟ الشيء اللي نسويه. ولما يجي موظفين بعدنا بعد سنوات والله احنا نسيت نسوي زي كذا، طيب ليش؟ احنا متعودين زي كذا. طب يا حبيبي غير. قال لا والله ما نغير يا اخي، الله يغير علينا. اذا بالنسبه لهم يرون انه قرار ماله؟ هم يرون انه قرار رشيد. لكن قد لا يكون لنا الان اداريا من الافضل. لذلك نقول ان القرار الرشيد هو افضل قرار تم اتخاذه وفق المعطيات وتم التخطيط له. اذا اول شيء جينا قلنا ان عندنا الان قرارات في تكلفه اسمها تكلفه من؟ القرار. طيب تكلفه القرار ما زلنا نتكلم فيها. تكلفه القرار عندنا ايش تكلف القرار؟ القرار سيكلفنا مال، فلوس ولا مش فلوس؟ جهد. هنا بتجي تقول لي لحظه فلوس صح فعلا، واحد موظف مال يبنى موظف يصير يدفع الراتب يصير يدفع المال. طيب جهد الثاني ماذا سيسلمنا؟ جهد. هذا القرار تكلفته جهد، في تعب. طيب التعب ده كيف اجيب؟ ما احنا جبنا الموظف، الموظف ده يا اخي شكرفناه في شيء اصلا المفروض كان ما يسويش، كان ممكن يستفيد موظف في مجال اخر صح؟ وسيكلفنا ايضا هذا القرار سيكلفنا من؟ وقت. حلو؟ وبالتالي الان الموظف هذا يا اخي وقته ثمين، ايش تسوي؟ قال لك لما نيجي الان نقيس كثير من القرارات والاعمال اللي سووها موظفينا سنكتشف ان كثير من موظفينا هم اصلا جالسين يمارسون اعمال، اصلا هذه الاعمال كان مفترض ان يمارسوا مين هسه؟ كان ممكن نخطط ونعيد تخطيطها ونسويها بشكل اخر مختلف. جيد؟ طيب عندي شيء اخر